إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض النقاط المهمة عن كبار السن عند انتقال المسن مثلا من منزله الذي تعود عليه إلى مكان آخر مثل المستشفى مثلا، يتوجب الاهتمام يعني بتقريبه للواقع والتحدث معه وأخباره عن المكان والزمن والناس يعني من حوله، ليظل يعني مرتبطا بالواقع الموجود عليه هو. وأتمنى يعني الحرص على كبار السن ومحاولة يعني تحملهم، وإذا تم يعني إذا كان محتاج شيء ولا أي شيء يعني من الأولى الأقربين يكونون يعني يساعدونهم، وإذا كان مثلا محتاج بعض المال أو هو في ضائقة مالية، ومن الطبيعي أنه يكون يعني كبير السن لا يعمل في هذا العمر، عادة يكون مريض، علشان كذا ننصح بالتعاون معهم. إذا كان مثلا الأب أو الأم أو أي أحد من كبار السن من الضروري دعمه ابتداء قبل يعني قبل أن يطلب من غيرك مثلا بعض المال، أو وأنت يعني موجود وميسور حالك. إلى هنا انتهى الدرس. هذه بعض النقاط المهمة وبعض النصائح المهمة التي تخص كبار السن في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.